مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج دكتورز. اكثر شيء ممكن ينزعلنا يومنا ويخلينا مو قدرانين نركز هو الصداع، وبتلاقي راسك مثل كانه حدا متكلبش فيها، ودائما اللي حواليك مكشرين وحاطين ايديهم على راسهم، وكل ما تسال حدا شو صاير معك وليه معصب، معلش بس انا عندي صداع شوي. مالك يا حبيبتي مش رايقه؟ شويه صداع مضايقني. حتى الاولاد صغار صاروا من اقل دوشه وتنطيط بيشتكوا انه عندهم صداع. طيب هل الصداع واحد وبنفس القوه ولا له انواع؟ العلماء قالوا انه في 8 انواع للصداع. كيف فينا نفرق بيناتهم؟ انا رح خبركم. اول نوع من انواع الصداع صداع التوتر، وهو النوع الاكثر شيوعا من الصداع، يلي بيخليك تحس بألم أو ضغط بيبتدي من جانبي الرأس وبيمتد لحتى يشمل مؤخرة الرأس والعنق والفك. النوع الثاني هو الصداع النصفي، وهو عبارة عن ألم شديد بجانب واحد من الرأس، وممكن يصاحبه دوار أو قيء، وبيسبب حساسية تجاه الأصوات والضوء. الصداع العنقودي، وهو صداع مؤلم جداً بيصيب جانب واحد من الرأس، وبيصاحبه احتقان بالأنف وألم ودموع بالعينين. صداع الجيوب الأنفية هو عبارة عن ألم بمقدمة الرأس والوجه والعينين، وبيكون السبب في التهاب الجيوب الأنفية. صداع الكافيين، فإذا أنت متعود أنك تشرب قهوتك يومياً بموعد محدد وما شربتها بنفس الوقت، ممكن تعاني من صداع انسحاب الكافيين، ورح تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الصداع. الصداع الهرموني، يلي معظم السيدات بتعاني من هذا الصداع المرتبط بتغيير مستوى الهرمونات نتيجة أسباب عديدة. صداع ألم الأسنان، الله لا يدوق حدا هذا الوجع الناتج عن وجود ألم بالأسنان أو بسبب الجز على الأسنان أثناء الليل أو احتكاكها بسبب التوتر. الصداع الارتدادي، يلي بيصير نتيجة الاستخدام المفرط لبعض الأدوية أو مضادات احتقان الأنف، يلي بيؤدي إلى انسداد الأنف والشعور بالصداع المرتد يلي بيروح وبيرجع. وهيك صرتوا بتعرفوا أسباب الصداع ويلي بتساعدكم إنكم تعالجوها بالشكل الأنسب لكل نوع، والله يبعد عنا جميعاً الصداع بكل أنواعه. بحلقتنا اليوم في عنا العديد من الفقرات والمواضيع يلي بتهمكم، رح نتعرف عليها بعد فاصل صغير. اليوم رح نحكي عن واحدة من المشكلات الجلدية يلي بتسبب إزعاج يومي ودائم لكتير ناس، ودائماً تظهر من دون أي مقدمات، ولو اختفت لفترة ترجع بتظهر مرة ثانية. طبعاً كلكم عرفتوا عن شو عم نحكي، عم نحكي عن حب الشباب والمعركة اللامتناهية يلي بتتكرر بصورة متعبة وممكن تعمل إحباط واكتئاب، وخاصة للصبايا. اليوم رح يكون معنا واحد من أشطر دكاترة الجلدية بمصر، دكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وأمراض الذكورة، لحتى يخبرنا أكثر عن أسباب ظهور حب الشباب وطرق علاجه، ويجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم. مساء الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك، مشرفنا ومنورنا، سعيده جدا بوجودك معي اليوم. شكرا. دكتور، عم نحكي عن مشكله فعلا معظم الشباب بيعانوا منها، وخاصه بفتره المراهقه، وممكن تمتد لفترات اطول، وهي حب الشباب. ده حقيقي. شو هي اسباب حب الشباب دكتور؟ زي ما قلتي بالظبط، حب الشباب ده تقريبا 85% من الشباب من سن 14 لسن 24 عانوا من حب الشباب. في منهم 20% تقريبا حب الشباب ساب معاهم مشاكل، ساب معاهم حفر، ساب معاهم علامات وما شابه. بعد سن 25 في تقريبا 5% من الولاد بيكملوا عندهم حب شباب، وفي 12% من البنات بعد سن 25 بيكمل معاهم حب الشباب. بعد سن 45 في ممكن 5% من البنات يكمل معاهم حب الشباب. حب الشباب عشان نفهمه لازم نفهم ان الجلد بتاعنا ده فيه مسام كتير جدا، ملايين المسام. كل واحده من المسام دي بينزل منها زي انبوبه وبتنتهي بغده
بتفرز ماده دهنيه بيسموها سيبم. الماده الدهنيه دي مهمه جدا جدا جدا، بترطب البشره ومنضي التهابات، وحاجه مهمه قوي مع سن البلوغ بيبدا نشاط الغدد الدهنيه يزيد، فبتطلع كميات من الدهون زياده عن اللزوم. يمكن الصوره اللي قدامنا دي موضحه الموضوع ده. بدا نشاط الغدد الدهنيه يزيد فطلعت دهون زياده، جزء من الدهون بيطلع بره بخلي البشره دهنيه معظم الوقت، وجزء بيفضل في المسام فيخلي المسام مفتوحه وواسعه، وجزء بتحبس تحت الجلد فيعمل لي الحبوب اللي تحت الجلد. وهي اصعب انواع الحبوب اللي معانا ظاهره وفيها منها بيكون مؤلم كتير. بالظبط. في كمان عندي نوع من البكتيريا عايشه بشكل طبيعي تحت الجلد وعلى الجلد، بتبدا تنتهز فرصه وجود الدهون دي وتعمل فيها التهاب. لو البكتيريا جت على الحبوب بتعمل لي الحبوب الملتهبه. الحبايه ممكن نصنفها لكذا نوع. لو الحبايه موجوده بس تحت الجلد وملهاش فتحه على الجلد دي بسموها الرؤوس البيضاء. لو ليها فتحه على الجلد وبدات تتفاعل مع الهواء والاتربه والاوساخ بيسموها الرؤوس السوداء. في بعض الحبوب بتلتهب بواسطه البكتيريا دي وبسموها الحبوب الملتهبه. في عندي كمان ممكن الحبايه تعمل زي كيس تحت الجلد وبسموها الحبوب اللي هي ايه المتكيسه. في بعض الحبوب يمكن الوقت ظهر قدامنا دي تعتبر الرؤوس البيضاء. ديت الرؤوس السوداء باين فيها زي لون زيوان اسود. بالظبط، زيوان اسود نتيجه تفاعل مع الجلد. دي حبوب ملتهبه وباين ان في صديد فيها واضح جدا جدا على الجلد. وفي الجزء اللي تحت خالص حاجه اسمها نوديول، بتبقى الحبايه يعني تبقى هارد كده او ناشفه، لو ضغطنا عليها نلاقيها يعني ناشفه شويه. طب دكتور، يعني بكل انواع الحبوب واشكال الحبوب اللي عم نشوفها، هي حبوب مزعجه جدا للشباب طبعا وللصبايا، وخاصه اذا امتدت لفترات طويله، ودائما علاجها بيكون مؤقت او يعني حل بخفف من المشكله بس ما بيعالجها نهائيا. احكي لنا اكثر شو هي الطرق اللي فينا نعالج فيها حب الشباب. طيب، هو طبعا حبوب الشباب لازم تتعالج. ساعات بعض الناس في دماغها ان حبوب الشباب هتيجي وهتنتهي وتروح. بس هتجيلك وهتنتهي، بس هتسيب لك على الاقل علامات صعبة على البشر. سواء العلامات دي لون او سواء العلامات دي حفره في الجلد، فلازم القانون دلوقتي المفروض ان احنا اصلا نمنع حبوب الشباب انها طلعت، ولو طلعت لازم نعالجها بسرعه جدا جدا جدا. لو احنا رجعنا شويه اللي قلناه، احنا علاجنا بينحصر في عده اشياء. ممكن نبدا نستعمل غسول مناسب للبشره بتاعتنا. الغسول ده لازم يتوفر فيه ثلاث حاجات. اول حاجه ان هو يقلل افراز الغدد الدهنيه اللي قلناها من شويه. تاني حاجه ان هو يبقى مضاد للبكتيريا. ثالث حاجه ان هو يفتح المسام بحيث يسرب الدهون اول باول على بره. يعني من ضمن علاج الحبوب ان انا اكون حريص ان المسام ما تتقفلش. اكتر حاجه بتقفل المسام هو الميك اب، مكياج. لذلك احنا بنوصي جدا ان احنا نقلل فيه جدا، وممنوع ننام بيه باي شكل من الاشكال. والمشكله دكتور انه الصبايا بيحاولوا يخبوا هاي الحبوب بكميات كبيره من الميك اب، دي اكبر مشكله. احنا بنكون عم نزيد المشكله ما عم نعالج. دي اكبر مشكله. مع الغسول كمان لازم استعمل كريم يبقى فيه مضاد حيوي للبكتيريا اللي احنا قلنا عليها من شويه، ولازم يبقى في عندي كريم ببدا احطه على الحبايه بتوفر فيه مجموعه مواد فعاله بيحددها الدكتور علشان ما يخليش الحبايه تلتهب، لان الحبايه لو التهبت هتسيب لي علامه مكانها. ممكن نلجا بعد كده ان احنا ندي مضاد حيوي عن طريق الفم بجرعه معينه. لو الكلام ده ما جابش نتيجه وكانت الحبوب قويه شويه، بنبدا نستعمل ادويه بتعمل على تخفيض انتاج الغدد الدهنيه. المادة دي بيسموها ايزوتروتينوين، دي مادة فعالة، ولكن لازم تتاخد على حسب وزن المريض وعلى حسب عمره، ولازم تتاخد تحت اشراف طبيب، وبنأكد ان احنا بنتابع فيها وظائف الكبد وبنتابع فيها الدهون الثلاثية، وبنأكد ان اي بنت داخلة على جواز او اي واحدة حامل ممنوع او بتخطط لحمل ممنوع تاخد الدواء ده، لازم تبطله قبلها بشهر على الاقل، لان الدواء ده بيقعد في الجسم شويه.
ولكن الدواء ده فعال جدا ونتائجه ممتازة جدا جدا جدا. دكتور يعني رح نتوسع كتير بمشكلة حب الشباب وطرق علاجها، لأنه مثل ما كنا عم نحكي هي المشكلة الأكثر شيوعا وانتشارا من المشاكل الجلدية. واسمحنا نبلش ناخذ أسئلة جمهورنا لحتى نعطيهم الجواب الصحيح والطبي من حضرتك. يلي عنده أي سؤال للدكتور يتفضل. تفضل دكتور. ازي حضرتك؟ بروح لك يا دكتور. هو في بيوت بيبقى فيها أكتر من حالة عندها حب الشباب، ففي حد بيكشف تمام وبياخد العلاج وبيمشي عليه والباقي بيكمل وراه على اساس ان هو يعني عنده نفس الاعراض، فهل ده بيبقى صح ولا حاجه غلط؟ طيب لو احنا اتكلمنا عن الحبوب بتبقى حبوب بسيطه مسموح ان احنا نستعمل فيها غسول ونستعمل فيها كريم، وده مقبول جدا جدا. لذلك حتى بره الموضوع بيتباع او تي سي، بيروح يسال انا عاوز غسول عايز كريم لحبوب الشباب، لو الحبوب في الحاله البسيطه. لكن الحبوب في الحاله المعقده، الحاله اللي هي الشديده، لازم نبحث عن السبب. احنا من ضمن الاسباب في مشاكل هرمونيه، لازم نحل المشاكل الهرمونيه ديت مع العيان عشان يبدا يستجيب للعلاج. فالحاله البسيطه مسموح ان كل الناس تستعمل العلاج، ولكن لو حاله شديده لازم الدكتور يبدا يكتب دواء لكل حاله لوحدها. ايضا دكتور رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور يلي عنده سؤال. تفضلي. دكتور بسمع عن الشوكولاته والاكل الدهني بيسبب حبوب، هو الكلام ده صح؟ طيب هو بالنسبة للأكل بصراحة الكلام ده مازال فيه خلاف شديد جدا جدا جدا. الأكل بصراحة ما ثبتش إن هو بيزود الحبوب بشكل جامد. لكن ليش دكتور فورا بيحرمونا من الشيبس ومن الشوكولا أول شغلتين؟ ولكن ثبت إن الأكل اللي فيه سكريات زيادة، الأكل اللي فيه نشويات وسكريات زيادة، هو اللي ممكن يزود الحبوب بنسبة معينة لو الشخص ده أصلا عنده حبوب. حتى الشوكولاته نفسها قال لك السكريات اللي فيها هي اللي بتزود الحبوب مش الشوكولاته. طب يعني دكتور حضرتك تنصح اذا شخص عم بياخد هذا العلاج او مثلا عم يتعالج من حب الشباب انه يقطع هدول المواد، ولا حسب هذا الشخص قديش بتاثر فيه هاي المواد؟ هو يقلل بس السكريات شويه. عامه السكريات غير مفيده على بشكل الاطلاق. على الاطلاق عامه، فهو يقلل فيها شويه. ايضا رح ناخذ سؤال جديد دكتور من الجمهور. تفضلي. دكتور ازاي استعمل مستحضر تجميل من اي مستحضر تجميل وما تاذيش بشرتي او تزود الحبوب معايا؟ طيب احنا المفروض اتفقنا من شويه ان حاجات التجميل والميك اب وكده في الحاجات دي من الحاجات اللي بتزود الحبوب، ولكن اذا كنا مضطرين نستعملها فنستعمل الحاجات اللي هي لها قاعده مائيه، بلاش الحاجات اللي فيها قاعدة زيتية، لأن الحاجات دي كلها بتقفل المسام وبتزود لي الحبوب. ونأكد جدا جدا إن احنا ممنوع منعا باتا ننام بالمكياج خالص نهائيا. طب دكتور عندي سؤال، الصبايا لما بيستخدموا فراش الميك اب نفسها بيفكروا إنه ممكن الحبة تنتقل من مكان لمكان تاني إذا هي استخدمت نفس الفرشة على كل الوش، قد ايه المعلومة دقيقة وصحيحة؟ طبعا دي حته مهمه جدا. فعلا الفرشه بتاعه الميك اب دي بتحتفظ بانواع كتير من البكتيريا، مش بس بتاعه حب الشباب ولكن انواع تانية كتير جدا. فاحنا بننصح فعلا انها تتغير كل شويه، وممنوع منعا باتا ان في حد يستعملها مكان حد. طب دكتور بما انه عم نحكي عن حب الشباب وخاصه عند السيدات، من اكثر العوامل يلي بتسبب ظهور حب الشباب عند السيدات هي الخربطه الهرمونيه وخاصه وقت الدوره الشهريه او حتى مثلا بعد البلوغ، شو هي طرق علاج حب الشباب بهالفتره تحديدا؟ طيب ده سؤال مهم جدا واعتبر ده اهم سؤال. احنا عندنا نوع من انواع الحبوب اسمها الحبوب الهرمونيه. دي بتحصل مع بدايه البلوغ عند بعض البنات، ومع أي دورة شهرية تيجي ممكن يحصل قبلها حباية أو اتنين، وكمان مع فترة انقطاع الدورة فيما بعد، وساعات مع الحمل. مع الحمل بيقول لي طبعا عندهم حبوب كتير جدا وبنبقى محدودين في العلاج لأنه ممنوع ياخدوا طبعاً أدوية. الناس اللي عندهم مشاكل في الهرمونات لازم نبدأ نعمل لهم حاجة اسمها هرمون البروفايل. بتعمل تحليل هرمونات معينة بطلبها منها الدكتور وبقول لها تعملها لي في أول أو تاني يوم في الدورة، وبنبدأ نعالج لخبطة الهرمونات دي. وفي الغالب بتبقى الحالة دي مرتبطة بحالة بسموها BCO أو تكيسات المبايض. بنطلب لها برضو سونار على المبيض عشان نتأكد إن مفيش تكيسات. من ضمن العلاج بتاعها في بعض أنواع حبوب منع الحمل بتاخدها البنت في المرحلة دي وبتجيب نتائج ممتازة جدا. كمان الأدوية بتاعت السكر في مواد كده معينة ممكن تاخدها بتعالج لي الموضوع ده. حتى الأدوية دي بدأ يظهر منها دلوقتي أدوية موضعية عشان ما ياخدش الدواء يأثر على الجسم كله، ف
فبدأ يتعمل دلوقتي برة أدوية موضعية بتعالج الحبوب اللي هي الهرمونية. وطبعا كلها دكتور لازم يكون تحت إشراف دكتور مختص لحتى يعطينا العلاج المناسب للحالة اللي عم تسبب لنا حب جداً. الشباب دكتور كلياتنا عنا معلومات خاطئة عن حب الشباب وقديش في عنا معلومات تنتشر خاصة بين جيل الشباب. أنا صار معي هيك وطلع لي حب الشباب من هيك وأكلت شوكولا زيادة وكل هاي التفاصيل طبعاً. نحن حابين اليوم أنت تختبر معلوماتنا العامة وتسأل طيب. جمهورنا أسئلة لحتى تعرف شو هي المعلومات الصح اللي عندهم والمعلومات المغلوطة ونصححها على الهواء. بالضبط. احنا فعلا في عندنا جهل كتير جدا في حبوب الشباب وخاصة كمان دلوقتي مع وجود الانستجرام وفيسبوك والتصوير والوصفات وكمان التصوير بالفلتر فحسس البنات ان مفيش حاجة اسمها حب شباب. لذلك حب الشباب دلوقتي بعض الناس بتعتبره كنوع من الايه يعملوا عليه حاجه زي تنمر او ما شابه. فانا عاوز اسهل جمهورنا في حد تعرض لتنمر قبل كده بسبب حب الشباب؟ في حد تعرض للتنمر بسبب حب الشباب؟ هو انا يا دكتور كنت بروح مقابلات شغل وكده وما كنتش بتوافق فيها بسبب حب الشباب. طبعا ده مشكلة كبيرة جدا وفعلا ناس كتير جدا بتشتكي من الموضوع ده. انا عندي مدرسة في الجامعة بتقول لي انا بقعد اشرح للطلبة وهم مركزين في الحباية اللي في وشي مش مركزين في الشرح بتاعي. حقيقي دكتور ودي فعلاً. مشكلة كبيرة صح. دكتور اسنان برضه بتعالج معايا بيقول لي بتقعد العيان باصص لي في الحباية اللي في وشي مش مركز في اللي انا بعمله. طب حد تاني تعرض لمشكلة بسبب حب الشباب؟ دكتور بواجه مشاكل كتير جدا مع اصحابي لان عندي حب الشباب وكده فما بيسلموش عليا ولا بيقربوا لي بسببها. طيب هو طبعا ده كلام غير مقبول طبعا. وبنأكد كمان ان حب الشباب غير معدي. حب الشباب غير معدي يا جماعه فاحنا ما نقلقش منه خالص ولكن لازم نبدا نعالج بسرعه. احنا ممكن نتكلم دلوقتي على الاثار حب الشباب. احنا مشكلتنا في حب الشباب دلوقتي ان الحبايه اللي عملت التهابات دي هيجي بعد كده الجسم عاوز المكان ده يلتئم. علشان يلتئم يا اما يبقى المكان ده فيه الكولاجين قليل فتديني حفره يا اما الكولاجين يكون كتير زياده عن اللزوم فتديني حته عاليه في الجلد. الحفر دي ممكن تكون ليها كذا شكل، ممكن تكون بشكل دائري، ممكن تكون بشكل يعني مستطيل او بشكل بيسموه ايس بيك اللي هو بيكسروا بيه التلج بيبقى عامل زي الايه زي المثلث تكسيرات صح بالظبط. او تبقى المكان الحبايه دي مرتفع عن الجلد وبيعمل له حاجه بيسموها كيلويد. دلوقتي علاج اثار حب الشباب بيبدا من اثناء علاج الحبوب نفسها. يعني عندي الحبايه الملتهبه ممكن نبدا نعالجها من دلوقتي بحاجه اسمها بالسد داي ليزر. ده جهاز حديث وبعمل نتائج جميله جدا جدا في علاج يمنع اثار حب الشباب. طيب الاثر اتكون، الحفره اتكونت، لنا عندنا دلوقتي اكتر من حاجه نعالجها بيها. ممكن نبدا بكريمات فيها فيتامين A، دي ممكن نحطها مره بالليل بتعمل نوع من التقشير وبتحفز الكولاجين. ممكن نعمل نوع من انواع التقشير البيلينج على البشره برضه بيساعد جدا في تقشير الجلد وبيساعد في علاج الاثار. ممكن نعمل حاجة اسمها ديرمابين. ديرمابين دي عبارة عن سنون معينة كده بنستعملها. الله دي رائعة يا دكتور. نتائجها رائعة جدا وبتحفز الكولاجين وبتقفل المسام وبتنعم البشرة، نتائجها ممتازة جدا. الأهم كمان الفراكشنال ليزر. الفراكشنال ده فكرته إن الليزر بيدخل في الجلد نفسه فبيعمل حرارة الليزر نفسها بتحفز الكولاجين. بيعمل زي جروح منظمة احنا بنعملها بنفسنا، حاجات ما بنشوفهاش بعينينا. الجلد بيستفز بيبدا يعمل هيلينج او التئام. هو بيعمل التئام بيحفز الكولاجين بيحفز الفايبروبلاست وبيحفز عوامل النمو. الفكره كلها دلوقتي ان اثار حب الشباب بتتعالج وكل ما عالجها من بدري كل ما تكون النتائج افضل بكثير. طب دكتور يعني بالختام هيك سريعا بدنا عن جد حل نهائي، هي الاهم النهائي لانه مثل ما حضرتك عم تحكي احيانا نستمر لفترات طويله على كريمات معينه ومراهم معينه
ممكن تعطينا نتائج كم شهر وبعد كم شهر ترجع مرة تانية تظهر حب الشباب؟ بدنا حل نهائي لحب الشباب وبدنا حل لآثار حب الشباب. هل حل حسب الندبة وشكلها وعمقها ولا في شيء مثلا الكل ممكن يستخدمه؟ رقم واحد ان احنا ما نسمحش ان يحصل اثار حب الشباب. احنا دلوقتي الدواء اللي احنا قلنا عليه من شويه الايزوتنوين ده علاج فعال جدا، وبنصح كل البنات من بدري ان هم يبداوا فيه لان هو ممنوع فتره الجواز وفتره الحمل. انا بيجي لي مثلا واحده فرحها بعد شهر بتقول لي انا عاوز اخلص من حب الشباب دلوقتي، طبعا بيبقى الموضوع صعب جدا لانها لازم توقف الدواء قبل الفرح بتاعها بشهر على الاقل. فاحنا بسرعه جدا نبدا في علاج الحبوب من اول ما تظهر، المفروض ما تسيبهاش اصلا تظهر عشان ما تدخلش بقى في قصه الاثار وحكايه التنمر اللي بقت مشكله كبيره جدا. صح، انا كمان بناشد حتى الشخص بيتاثر كتير نفسيا دكتور، فعلا بالزبط. الموضوع متعب وخاصه للصبايا، يعني الشباب ممكن يكون عندهم لحيه تخبي الموضوع بس الصبايا الموضوع بالنسبه لهم زي ما قلتي بالظبط. في بعض الولاد بيسيبوا دقنهم عشان خاطر يخبوا بيها اثار حب الشباب، في بنات بيجيبوا شعرهم على وشهم عشان برضه يخبوا اثار حب الشباب. فاحنا فعلا الحل للموضوع العلاج من بدري جدا، وبرضه الاثار لها علاج زي ما قلنا من شويه. بالختام نتشكر كثير دكتور على وجودك معنا، نتشكرك على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، شكرا كثير دكتور، يسعد لي اوقاتك. مشاهدينا كمان شوي رح تكون معكم زميلتي نوليا ومع فقره مع الدكتوره دعاء سهيل خبيره التغذيه الاونلاين وصاحبه مبادره اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء ليحكوا عن موضوع مهم جدا. فاصل وخليكم معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، بس رجعنا على حاجة حلوة، حاجة بتقول نجاح في نجاح في نجاح ما شاء الله مستمر، ثمار نجاح بجد لمبادرات مهمة جدا للتوعية من مرض السمنة، قدرت توصل للبيت المصري وتحل مشاكل بجد شريحة كبيرة قوي فيه. عايز أقول لكم إن مرض السمنة ده بيصاحبه طبعا أمراض كتير قوي، ممكن يبقى سكر، ممكن يبقى ضغط، حاجات كتير جدا. أنا مش دكتورة، اللي هيجاوبنا على كل ده دكتورة متميزة جدا في مجال التغذية العلاجية، واخدة الدكتوراه بتاعتها من جامعة نيوكاسل في بريطانيا. طب تعالوا نشوف وإيه كمان. طب وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. مين هي الدكتورة دي؟ تعالوا نرحب بدكتور دعاء سهيل. مساء الخير. بصي بجد بأمانة، أنا لما بعرف إنك هتبقي ضيفتي ومنوراني انا بنبسط. ميرسي، ربنا يطول. والله العظيم مش بجاملك. شكرا يا حبيبي. بصي دكتور دعاء يا جماعه، وهي بتتكلم عن الدايت، اولا هي بترفض كلمه دايت، يعني هي تقول لك مفيش حاجه اسمها، يعني انا ما بمشيش بالنظام ده. بتحس ان كلها طاقه ايجابيه، مبتسمه وهي بتتكلم، ما شاء الله عليها. انا بسيب لها المايك، ما بلحقش اسال اصلا، يعني هي بتقرا من عينيا انا هسال في ايه. وكل لبيب بالاشاره يفهمه. فانا بس في البدايه بعد طبعا برحب بحضرتك. حبيبتي ميرسي على استضافتك الدائمه، وشرف ليا وانا اللي بكون مبسوطه. انت اللي كلك طاقه ايجابيه، ربنا يخليك يا حبيبتي. ميرسي يا دكتور. عايز اسال حضرتك، كميه المبادرات الجميله اللي تاتش وود حضرتك عماله تعمليها ومن نجاح لنجاح، ونتمنى لك طبعا، عايز اعرف ده اثر على مشوارك في مجال التغذيه العلاجيه؟ انا عايزه اقول لك ان مشواري هو اللي دفعني لان انا دايما اكون سباقه واعمل الحمد لله يا رب العديد من المبادرات. تلك المبادرات دي مستوحاه من مرضايا. والله؟ اه طبعا. يعني جات لك الفكره ازاي اصلا؟ يعني احنا نعرف مثلا الدكتور، دكتور التغذيه العلاجيه رايحه لك عايزه اخس، جات لك منين فكره ان انا اقعد اعمل مبادره هنا ومبادره هنا واهتم بالاطفال، لا واهتم بالشباب واهتم
كلك منين؟ هجيبها لك سريعا. كل المبادرات السابقه دي مستوحاه من ايه؟ يعني في البدايه لقيت عندنا نساء كتير جدا عندها مشاكل اسريه، فبسرعه اطلقت مبادره غيري حياتك. بعدها مع الوقت طبعا والخبره والعديد من المرضى اللي بيتعاملوا معانا، لقيت ان ما فيش مرض يعني سمنه غير يصاحبه الام في العظام، سكر درجه ثانيه، ضغط مرتفع، تصلب شرايين، مشاكل كوليسترول على القلب، كل ده بسرعه اطلقت مبادره السمنه بوابه لكل الامراض. طبعا كل سنه مصر ليها نصيب كبير قوي ان احنا دايما نتصدر في المقدمه معاناه من زياده الوزن. حلمت يعني طبعا ان مصر تكون بلا سمنه، وده علشان دايما بنتصدر في المقدمه. المبادره اللي بعدها عايزه ادي بوش كده لمن يعاني من زياده الوزن، مش هنسلم للسمنه، والحمد لله نجحت. اخر حاجه قلت طب انا ليه بستنى المشكله علشان خاطر احاربها؟ لا، يلا بسرعه، اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء، اللي هي بنعمل بنيه تحتيه للاطفال، بالتالي يعني طفل لا يعاني من خلايا دهنيه، بالتالي هو شاب صحيح البنيان، يتقدم به العمر، يكون ابعد ما يكون عن سماء يعني نقول ضرر السن. وبالتالي الحمد لله يا رب كل مبادره ناجحه، والحمد لله يا رب تم تكريمي عنهم في اكبر مهرجانات بتقام على طبعا احنا عارفين حضرتك، اللهم لك الف حمد الف شكر يعني. والنهارده جايه لكم بالثمار مبادرتي الاخيره، اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء. احنا بقى مشكله الاطفال دي اصبح للاسف دلوقتي تقريبا في كل بيت، ما كناش بنشوف الحاجات دي زمان. زمان ما كناش بنشوفها ليه؟ علشان دايما ماما، يعني انا عندي 41 سنه، ف 41 سنه طريقه تغذيتنا زمان ماما بتعمل دايما حريصه انها تاكلنا خضروات، حريصه انها تاكلنا بشكل صحي ابعد ما يكون عن الفاست فود. الجانك فود ده طبعا مش هتكلم عن اضراره لاني سبق وتناولت ان تحدثت في هذا الموضوع سابقا يعني. النهارده كل الامهات الولد عايز الوجبه اللي فيها بطاطس ومعجنات ومياه غازيه، وغلط. مفيش طفل او جسم صحيح لما يكون بياخد خضروات او قوي مناعته غير بالخضروات، ما بيحبوش او بياكل بشكل، لا مفيش حاجه اسمها ما بيحبش. الطفل اذا اعتاد على طريقه تغذيه معينه نشا على، يعني من شاب على شيء شاب عليه. اذا انا اتعودت ان انا بفطر بدري وفي الغدا باخد خضروات وفي بالليل ماما بتديني يعني أكلة خفيفة، خلاص مش هعاني من زيادة وزن. ولذلك احنا بنقول يلا يا أم ارجعي زي ما كنتي، انت مصدر الغذاء في البيت ده لأولادك، أكليهم بشكل صحي، بالتالي هيكونوا شباب أصحاء، بالتالي ان شاء الله يا رب مش هيكونوا ليهم اي نصيب من اضرار السمنه. والله يا دكتور مبادره الاطفال دي انا عن نفسي بحب قوي غيري حياتك. جدا. لا دي جميله جدا. الحمد لله، يعني مش احنا كده؟ ساعدنا في تغيير حياه ناس كتير جدا. حضرتك تقصدي بغيري حياتك الستات. طبعا. والراجل. الراجل يبحث عن الجمال ليقتصر على المراه فقط. الستات بقى يا دكتوره خليكي بقى. طبعا. بس خلينا نتكلم ان الشكل العام يبحث عنه المرأة والرجل، وربنا صح. جميل يحب الجمال. وفي ناس بقى يعني النهارده انا جايبه الحاله مش بتدور بس على الجمال الشكل، لا انا معايا حاله شاب في ريعان شبابه، وعلى فكره ده جوز اختي، تمام. اتجوز وهو طوله 179 ووزنه 79، مثالي. ماشي جميل. زاد في 10 سنوات. اخت حضرتك جوات. اكيد بتعمل اكل تحفه. طباخه شاطره جدا. فزاد 20 كيلو. في عنده مشكله في العظام، رحت في يوم بزورها، ماله ده دكتور العظام؟ قال له يعني عشان هو تعبان نايم على ظهره كده، هيعمل عمليه ليخس 20 كيلو. لا ده انت جيت في ملعبي. تعالى بقى. فالحمد لله يا رب الحمد لله. طب ما احنا عايزين نشوف الصوره دي حيه بقى. طبعا استاذ باسم اتفضل معانا. يا استاذ باسم ازيك يا حبيبي؟ حضرتك المدام بتطبخ حلو جدا، عرفنا جداً. كل حاجه جدا. هي اساس المشكله اصلا. هي اساس المشكله. لا احنا جايين نهدي النفوس. حلت. ايوه بالظبط، هي اساس المشكله. اختي المدام حلت المشكله. حلتها. احكي لنا بقى تجربتك. انا زي ما الدكتور قالت بالظبط، انا كنت تعبان جدا، كان ضهري تعبني، فعندي واحد صديق ليا صاحبي. انا صغير في السن، ممكن اعرف سنك؟ انا دلوقتي 36. صغير. طبعا. هي الفكره اللي هو انزلاق غضروفي، وقصه كان تبع الجيم وكلام من ده، فحصل لي مشكله في ظهري. فواحد صاحبي كلمني، كان دكتور يعني، فقال لي لا اما نعمل عمليه لا اما نخس. فطبعا العمليه لها مخاطر بعد كده، فهو ما فضلش خالص. طبعا لما الدكتور جت وقعدت فحكت لها الموضوع، ما خدتش في ايدها غلوه يعني.
انا ما خدتش الحمد لله هو في شهرين او ثلاثه فقد ال 20 كيلو ومثبت بقاله اكتر من 6 شهور. ما بتضعفش بقى قدام الاكل ده؟ لا الحمد لله. دايت؟ اه بياكل برضه بس ايه عارف تنظم بقى وتاكل كميات هو ايه. هو خلاص معدتي خدت على وضع معين وانا خدت نفسي على وضع معين، حتى لو اكلت اكتر ببقى مش مرتاح. اه سبحان الله، خدت خلاص على كميه معينه. طب انت لما خسيت كده انت اساسا في الاول الدكتوره قالت عامله ازاي؟ انت زدت الزياده دي في قد ايه؟ يعني في كام سنه جواز؟ هو انا ما كنتش مهتم ولا مركز في الموضوع اصلا. عايز يعني انا بالظبط كده انت فاهمه، هو المقاسات عماله بتزيد معايا وانا برضو مش في دماغي. اه هو كان ميديم بقى اكس لارج، طول ما انا متاح مقاساتي فببقى عادي وما عنديش مشاكل صحيه فمش فارق معايا. هو لولاش ظهره يعني زي ما بيقولوا. اه ما كانش فقط يعني الموضوع ما كان في ناس زيادتها ما بتكونش اوفر قوي وبيكون متصالح معاها ولاقي مقاساته وشكلي مش وحش فعادي انا ما عنديش مشكله. انما لما يجي في مشكله عندنا صحيه ناتجه عن زياده الوزن لازم هنا بسرعه نهجان مثلا حاسس ان بينهج مش قادر انزلاق غضروف مستني تاني. دايما اقول اكثر ما يتالم داخل جسم الانسان هي العظام، لان العظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها انها تشيل باريحيه 79 كيلو مستحيل ابدا تشيل 99 كيلو وتكون بنفس الاريحيه. وهيكون ده ضغط طبعا كل ده. فانت بدل ما تفكر تاخد مثلا مسكن للعظام او علاج للعظام، لا انت حل المشكله اللي نتج عنها المشكله. ايوه بفقدان يعني الوزن الحمد لله. حضرتك دلوقتي رجعت كام كيلو؟ انا وصلت الوزن المثالي 79. 79 تاني. طيب حسيت طبعا بفرق بعد ما نزلت؟ انت كان مش فارق معاك الا موضوع الانزلاق. نزلت رياضه كمان، يعني نزلت جيم كمان. نزلت الجيم ما شاء الله جداً. ومشكله الانزلاق ما شاء الله. لا الحمد لله. الحمد لله. لا انا بحييك جدا وبرافو عليك وبرافو على الدكتوره طبعا. لا وخليك بقى مع الدكتوره ويعني خلي المدام برضو واي حاجه بقى اكله حلوه تعملها المدام، يا اما تكلمني اجي ناكل يا اما تكلم الدكتوره تقول يعني وقف الموضوع ده. ميرسي قوي. ميرسي يا استاذ باسم. عايزه اقول انه مشكله استاذ باسم كانت ايه؟ دلوقتي هو ما كانش بيشرب ميه خالص، هو من الناس اللي ما بتشربش. مشكلة تلات ارباع الناس ده كل الناس يعني. في ناس كتير جدا تقول انا ما بعطش عشان اشرب ميه. انا يا دكتور فكان لازم ان انا هعطشه إيه علشان اقفل شهيه وانظم مواعيد اكل. ما كل دي مشاكل يعني. ايه كانت حاله باسم اللي ادى لزياده الوزن؟ هنا بياكل وشهيه مفتوحه وفي اوقات متاخره ما بيشربش ميه، لازم يشرب ميه عشان عمليه الايض نظبطها له، فلازم اديله اعلى انواع الالياف ودي موجوده البيسيليوم موجود في كورس البيستا ده مرخص وزاره الصحه، ده اعلى انواع الالياف. السايد افكت له ايه؟ بيعطش جدا فبيشرب ميه، فكمان يبقى انا ساعدت الالياف دي انها تكبر وتاخد حيز كبير داخل المعده، بالتالي هو مش هياكل الوجبه المعتاد عليها. وكمان انا ما بعملش دايت فلازم انا اقفل له الشهيه من عندي. طيب انظم له مواعيد اكله وادي له الجرعه في وقت يخليه ما يجوعش بالليل، بالتالي لما يرجع بالليل ياكل. معلش بعد اذنك يا دكتوره، صفحه الدكتوره على الفيسبوك اهي اللي يحب يتواصل مع دكتور دعاء سهيل. الصفحه موثقه عشان في ناس كتير بتدعي انها انا. للاسف الشديد لا، دي الصفحه الموثقه اهو قدامكم على الشاشه. يبقى انا قفلت له الشهيه من عندي. وكمان بقى بيشرب ميه فعمليه الحرق او عمليه التمثيل الغذائي او عمليه الايض داخل جسم الانسان مظبوط. طبعا والالياف دي خدت حيز كبير داخل المعده فبقت الوجبه صغيره. دلوقتي بيقول لك انا ما بقتش قادر. المعده مع مرور شهر واثنين وثلاثه بيحصل لها زي شرينك فبتصغر، اما بتصغر بيكون حجم الوجبه بتاعه اقل، بالتالي اصلا خلاص بياكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. علم التغذيه زي ما قلت قبل كده سابقا انه علم مدارس. انا اخترت المدرسه التي تتناسب مع المجتمع المصري بتاعنا اللي هي محرمكش الاكل اللي ما بيحبش يعمل دايت اللي ما بيحبش يتبع حميه غذائيه، فكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. انا ماشيه تبع المدرسه الكميات وليس النوعيات يعني. ما عنديش قائمه ممنوعات. طب يا دكتور لو انا جيت قلت لك انا ما باكلش بزيت. انا باكل بسمنه بلدي. اوكي هتوافقي؟ طبعا والله مش بنسب قليله معتدله. بنسب قليله مش في اوقات الساعات النهاريه وليست الليليه، مش بتستغل عمل الغده الدرقيه في افراز هرمونها القادر على حرق سعراتنا في الساعات النهاريه وليست الليليه. طيب مش بتشرب ميه كتير، بتفطر بدري، بتتغدى بدري، بتتعشى بدري. اذا جوعنا بالليل مش بناكل طاقه سلبيه. يعني ايه طاقه سلبيه؟ يعني تملى المعده وما تتخنش. هي العمليه مش سحر
ولا انا يعني ساحره. كل الحكايه ان انا فاهمه كويس جدا سيكولوجيه المريض وعارفه ايه يتناسب معاه. اما بعرف الاسباب التي دفعت بمريضي لزياده الوزن، اه بياكل متاخر يبقى لازم انظم مواعيد اكله، ما بيشربش ميه لازم يشرب ميه كتير، بيشرب مياه غازيه استبدله ده بعصاير فريش، ولازم وايه نوع العصير وعلى حسب طبعا بقى. اه لا انا افهم حضرتك مع الحاله الثانيه. طيب احنا دلوقتي معانا استاذ يحيى، اتفضل. زي حضرتك؟ الله يخليك. زي حضرتك؟ احكي لنا بقى. مستريحة جاية لنا من اسكندرية، فتحية عظيمة. الله الحمد لله على سلامة، وتحية بقى كمان على المشوار ده. الحمد لله. أنا اللي بتشرف بيكي والله. اتفضل بقى. أنا عملت تخسيس قبل كده مرتين قبل الدكتور، بس الاتنين اللي قبل كده كانوا دايت، لكن ده أنا باكل معاه كل حاجة. القصة بتاعتي غريبة يعني، أنا لو اتكلمت كتير عايزة مسلسل، عايزة فيلم. لا إيه بقى مش معقول. عايزة مؤلف يكتب قصة حياتي. طب يلا قول وأنا هكتب وراك. أنا في شهر 3/2019 بدأت كورونا تدخل مصر وهو إلى آخره. أنا كان وزني 138 ل 140. خسيت 62 كيلو معانا ما شاء الله. طبعا قبلها أنا بتابع الدكتور دعاء في حوالي سنة وشهرين، مش مقتنع. ازاي اكل واخس؟ طب ما انا عملت اتنين دايت قبل كده. اول مره 25 كيلو رجعتهم 40 كيلو. تاني مره يبقى المطلوب انزل 40، نزلت 42 رجعت لهم 62. قضت عليهم الدكتوره الخبيره العالميه. ما شاء الله. لو بيلعب رياضه دلوقتي مستر يحيى. ما شاء الله. عند حضرتك كام سنه؟ انا في مقتبل ال 54، انا 53 وشهرين. ما شاء الله. تمام حضرتك؟ وحضرتك زايد من زمان يعني من وانت شاب؟ شايفه الصوره عامله ازاي؟ انا نقدر نقول ان انا قعدت بتاع 10 سنين يعني انزل واطلع انزل واطلع. لا هو كان زايد من زمان يعني. انت زيادتك في الوزن من وانت شاب مثلا قوي؟ لا 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 مؤخرا. أنا متجوز نفس الوزن نفس الطول، طولي 170 برضه، كنت 68 و70 والى اخره. كلكم بتتهموا الجواز هو اللي زود الوزن. طبعا. ناخد من كلام الدكتور دعاء ايه بقى حضرتك؟ ايوه، ان فعلا اصحاب امراض السمنه بيؤدي الى 40 مرض. منهم اللي كانوا عندي انا، عندي حاليا 2 غضروف في الرقبه، فقره الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه، ولكن بروح جيم. ما شاء الله. بروح جيم والحمد لله. بس اول 27 كيلو انا نزلتهم بدون جيم علشان المبادره تاخد حقها. ما انا 140 كيلو 138 كيلو اروح جيم ازاي؟ لا، وهنا المطلوب من الرياضه هيكون عكس ما يفكر فيه صاحبها. يعني اما يكون انت وزنك 140 ما اقولكش اعمل رياضه، علشان ده يكون ده حمل على العظام. ممكن على المفاصل. يحصل طبعا. فده يبقى في عندي خشونه، الام في العظام. معلش الجسم ده اللي قدامنا على الشاشه ده ازاي هنقول له اعمل رياضه؟ هيكون الفيدباك منها مش زي ما احنا عايزين. كمان منطقه الكرش تمام راحت فين دي يا مستر يحيى؟ دي فرقعت دي بقى لازم تحركها فرقعت. والكرش ده نزل قبل ما تلعب رياضه يعني؟ الكرش ده اثناء الدايت. اثناء بقى معانا مش في دايت. انا بدات بقى مع الدكتور. طب ايه مشكلتي؟ ان انا ازاي اكل واخس؟ انا عايز اللي اكلني واخس. وانا كمان لقيته فين بقى؟ طب انا لقيته فين بقى؟ لقيته فين؟ عند الدكتوره الخبيره العالميه اللي هي دارسه التخسيس، مش ان انا اقول علاج واكتب. ما انا تابعت قبل كده وخسيت. هو التخسيس بترجع تزيد. التخسيس وانا بقولها لاصحاب امراض السمن، التخسيس بالنسبه لي انا سهل، لكن التثبيت هو اللي صعب. وده اللي انا عايش عليه دلوقتي. مثبت بقى له فتره طويله جدا ما شاء الله. والله والله. شعور مراتك بقى واولادك وكده لما شافوك بقى وانت بقيت تغيير كده حضرتك. انا الصوره اللي حضرتك شفتها دلوقتي، انا كنت قاعد في الجامع بصلي على الكرسي. انا دلوقتي بسجد ما شاء وبحمد الله. ربنا وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي مني. فدي حاجه بمارس حياتي الرياضه. بمشي ممكن امشي ساعتين ثلاثه. عندي بقى بالبلدي بيقولوا خفيف يعني. ما اقدرش. بص حضرتك الصوره مش قادر اخد نفسي. فتح الجاكيت بتاع الترنج وقاعد بشم هواء نقي، بحب الخضره. نرجع تاني المرض السمنه. عندي مرض العظام قلت عليه 2 غضروف، مريض اكتئاب نفسي أدا 2، جالي ضغط عالي على طول مش واطي، لأني أنا ما كنتش بنام إلا لما أكل. حاجة كده في دماغي يا جماعة يا أصحاب أمراض السمنة. بالليل بتحب الأكل. أنا بقول اللي جواكم، ببعت رسالة بقول لكم أهو اللي جواكم. أنت ما بتنامش إلا لما بتاكل. أنا كنت زيك.
انا هقول لك بتفكر في ايه؟ انا هقول لك تفسير في بقى. دايما يقول لك انا كنت مكتئب، كنت مكتئب يعني هرمون الجوع عنده مرتفع وينخفض عنده هرمون السيروتونين، وده هرمون السعاده. عندما يرتفع هرمون الجوع ده الهرمون الليبتين داخل جسم الانسان. الهرمون ده لما بيرتفع بسرعه بتاكل، في اشاره يعني اتبعتت للمخ، يختلط على المخ تفسيرها هل انا زهقان رايح اكل ولا جعان رايح اكل، في النهايه باكل، وده نظرا لعدم استقرار نسبه السكر في الدم، بالتالي بيشعر بالجوع. انما هو مش جعان، هو زهقان والتوتر والقلق والعصبيه والزعل وكل ده بيرفع هرمون الجوع. اما هرمون السيروتونين ده هرمون السعادة، أنا مبسوط فمش عايز أكل، فأنا حالتي مستقرة، نسبة السكر في الدم مستقرة. مازلوك أنا بحيي الدكتور. ميرسي يا حبيبي. مازلوك. الكلام ده مش تشخيص، مش تشخيص علاج. ربنا يكرمك. دي دراسة. ده طبيعي جدا. دي اللي حضرتها بتقوله دي دراسة. ربنا يكرمك. دي دخلت جوه جسم أصحاب أمراض السمنة وحللته. وأنا بشكرك. لازم ربنا يكرمك، لازم حبيبي علشان أكون فاهمة مريضي. انا عارفه كل الاسباب النفسيه اللي بيعانيها. ده انا سالته حضرتك في الحلقه اللي فاتت، حضرتك بتعرفي الاسباب؟ طبعا. يعني انا اساسا دراستي في الاول سايكولوجي يعني، فانا فاهمه كويس جدا ما يعانيه نفسيا مريض السمنه. مريض السمنه ما عندوش رضا، مريض السمنه عنده قلق وعنده توتر، والامتى هفضل زي ما انا كده، والنهارده انا رجلي وجعاني، طب بكره هكون مالي، طيب انا عايزه اروح فرح بس مش قادره، شكلي انا مش راضيه عن شكلي، على الرغم ان شكلهم ما بيبقاش وحش. انت تعرفي ان مريض السمنه يطلق على وشه المدور ده المورفيس؟ ايوه امر صح. تمام. انا بخاف على مرض، على مريض السمنه ان وشه تبعيات السمنه. بقول لمريض السمنه خد بالك انت ارض خصبه لتبعيات ما بعد السمنه، انت ارض خصبه لا قدر الله سكر درجه ثانيه، لا قدر الله لالام في العظام، لا قدر الله لضغط مرتفع، لا قدر الله يعني 44 مرض. ربنا يعفو عنا وعنكم جميعا، ويا رب ما يبقاش احنا لينا نصيب فيه. فده السبب، الحالة النفسية اللي انتابت مستر يحيى. طيب أما الحالة النفسية دي تستقر، طب أنا مش عايز أقفله بس شهية بس، لأن في شهية العالية لمحب الأكل غير شهية عالية لمتضرر نفسيا. محب للأكل وشهية عالية بديله 5 ميلي جرام من البسيليوم. طب هتعمل إيه تاني مع مريض السمنة اللي بيعاني من ديبريشن؟ لازم تعمله إيه؟ أنت لازم تديله عشب الفولينج، وده عشب الفولينج على فكرة بيدخل في تصنيع الشوكولاتة ويظبط الحالة النفسية. ولذلك يقول لك ايه، باكل شوكولاته انا مزاجي بيبقى مش عارف ايه، دارك شوكليت. ايوه دارك شوكليت على فكره ما بتخنش، وحتى الشوكليت العاديه انا ما بحرمش مريضي منها مره في الاسبوع. كل الموانع ليست ممنوعه على الاطلاق. بالتالي مستر يحيى خس 60 كيلو ولكن مش تحت هيدك، مش تحت قائمه ممنوعات. مستر باسم خس 20 كيلو مش تحت قائمه ممنوعات، مش محروم نفسه. ليه الناس اللي بتخس وبيرجع وزنها تاني؟ ده علشان هو ممنوع ممنوع ممنوع. برجع لقائمة الممنوعات اللي أنا اتحرمت منها، فبرجع أقول نفسي في مكرونة بشاميل، نفسي في محشي، نفسي في مش عارفة إيه. لكن لو من البداية بتاكل كل حاجة، أهو شفتي جايبة وزلنا عايز ياكل إيه؟ أستاذ يحيى أنا بشكر حضرتك جدا، وبجد كلامك كان مهم وكلنا حسينا بيه. الحمد لله. دكتورة مش عايزة أقول لك، يعني أنا ببقى مبسوطة زي ما قلت في بداية الحلقة، بجد ببقى مبسوطة بكلامك ومعلوماتك والطاقة الإيجابية. وبصي حتى المرضى بتوعك وهم بيتكلموا عن الدايت بتاعك، وهو مش دايت طبعا، برضه بيتكلموا كده وهم بيضحكوا، واحنا ما اتحرمناش من حاجه كده. الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. نعم. نعم. ايوه. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. يا رب يخليك. وهي عملت جهود واحنا خسينا باقل مجهود. ربنا يكرمك. يا سلام، ايه ده سجعه بقى. الله يخليك. لا دي اقل حاجه بجد والله. مش هقول حاجه بقى بعد اللي قاله استاذ يحيى. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معايا. مساء الخير عن جديد. معظم الناس لما بنحكي عن الأورام بيسلطوا الضوء على أورام الرحم أو الثدي أو الكولون أو حتى المخ،
لكن نادرا ما بنسمع عن أورام الرأس والرقبة رغم أهميتها وانتشارها الكبير. لحتى نتعرف أكثر على أسبابها وأعراضها ومين هنا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الأورام، بيسعدنا نرحب بواحد من أشطر وألمع الأطباء بهذا المجال، الدكتور عطية خفاجة، استشاري الجراحة العامة والأورام. دكتور اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن واحد من اهم الاورام يلي ممكن يصاب فيها الاشخاص بمختلف الاعمار، وهي اورام الراس والرقبه. بدايه دكتور، بدنا التعريف العلمي لهذا المرض ومين هنا الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه فيه. هو اورام الراس والرقبه دي مجموعه كبيره جدا، يعني منطقه الراس والرقبه دي فيها كتير من الاعضاء ممكن تصاب بالاورام، كتير من الانسجه من أول الجلد للأغشية المخاطية لللسان للبلعوم للغدة الدرقية للغدد اللعابية، يعني مجموعة كبيرة جداً جداً، فهي كتير. طب دكتور، شو هي أشياء أنواع هي الأورام أو الأكثر انتشاراً؟ أكيد أورام الغدة الدرقية، ودي موجودة في الرقبة زي ما احنا عارفين أكثرهم انتشاراً، يليها أورام الحنجرة، يليها بعض كتير من الأورام زي اللي تصيب الجلد، الغشاء المخاطي، الفك، الغدد اللعابية، كل دي أورام بتصيب المنطقة دي. معناتها دكتور إذا فينا نقول إنه أكثر من نوع موجود لأورام الرأس والرقبة وبتختلف باختلاف المنطقة. طب دكتور، في عنا عمر محدد ممكن يكونوا بهي الفئة العمرية الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الأورام، أو الرجال أو السيدات؟ اشرح لنا اكثر من الاشخاص المعرضين للاصابه بهذا النوع من الاورام. هو بيتراوح العمر من الاطفال لحد الشيوخ. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان الاورام منتشره في كل منطقه الراس والرقبه. اوكي. هي كمان فيها حاجه مهمه جدا، ان دي منطقه ظاهره في الجسم. يعني الناس كلها بتشوفها. فالتعامل مع الاورام في المنطقه دي المهم فيه جدا، زي الاستئصال، اي حاجه ممكن نشيلها. انما الفرع المهم جدا في علاج المنطقه دي هو فرع الإصلاح والبناء. يعني أنا في ورم بيجي في الفك، فأنا مضطر أشيل الفك. طب إزاي أعوضه؟ إزاي أعوض الجزء ده اللي أنا تم استئصاله؟ فهي منطقة مهمة جدا، لأن زي ما اتفقنا في الوجه متشافة، يتطلب مش استئصال بس، حرفية أكتر في كيفية إصلاح ده أو بناء. طبعاً، وخاصة مثل ما عم نحكي دكتور، عم نحكي عن مناطق ظاهرة وتحديداً الوجه يلي ما بنقدر نغطيه. طب دكتور، شو هي الأسباب يلي بتؤدي للإصابة بهذا النوع من الأورام؟ في أسباب محددة؟ كتير برضو، من أهم الأسباب التدخين. يعني مثلاً التدخين في أورام اللسان والفك واللثة، كل ده مشهور جداً من أسباب الأورام. في بعض الإخوة اللي هم بيستخدموا الحاجات اللي التبغ الممدوغ والكلام ده مشهور جدا، أورام اللسان والفك، نقص اليود في أورام الغدة الدرقية، التدخين في أورام الحنجرة مهم جدا، يعني التدخين عامل مهم جدا لأورام المنطقة بتاعت الرأس والرقبة كلها. طب دكتور، ممكن يكون في عنا أعراض ظاهرة على المريض تخليها تكون مؤشرات أنه هذا الشخص ممكن يعاني من واحد من هاي الأورام؟ هو أي تغير في الأعراض، يعني وجود قرحة مزمنة في منطقة اللثة أو اللسان ما بتخفش بالعلاج، يعني كلنا بيجيلنا بعض القرح وبناخد علاج وبتخف وتبقى كويسة، إنما لو القرحة دي استمرت أو زادت وكبرت وما بتخفش بالعلاج، كل ده يدلنا إن في مشكلة لازم نتعامل معها. معناتها هون دكتور يمكن نلجأ للتشخيص الصحيح لحتى نعرف الورم وين موجود وبأي منطقة ولأي درجة واصل لحتى نقدر نعطي العلاج الصحيح للمريض. كيف بيتم تشخيص هاي الأورام؟ هو مهم جدا الكشف الطبي طبعا، لأن معظم الأورام دي بتبقى ظاهرة زي ما اتفقنا. الأشعات سواء المقطعية أو الرنين المغناطيسي مهمة جدا برضو للكشف، وشوف مدى انتشار الأورام دي والبعد دي بتاعها. من الحاجات المهمة اللي عايزين نطمن الناس بيها نسبياً، إن معظم أورام الرأس والرقبة بتبقى مش من النوع اللي بينتشر في الجسم. الحمد يعني لله. الأورام إحنا عارفين إن هي بتنتشر عن طريق الدم والغدد الليمفاوية وكده. أورام الرأس والرقبة معظمها بينتشر في مكانه، يعني نادراً ما ينتشر عن طريق الدم.
طب ودكتور خلينا نحكي عن العلاج، كيف يكون بروتوكول العلاج بهي الحالات؟ ومثل ما حضرتك عم تحكي انه موضوع العلاج ما انه يمكن الاصعب، ولكن ترميم المنطقه يلي لا سمح الله بيكون فيها الورم هو الصعب، كيف بيتم العلاج وكيف بيتم الترميم؟ هو العلاج الاساسي عشان نتفق هو العلاج الجراحي الاستئصال، استئصال الورم سواء في الجلد سواء في الغشاء المخاطي سواء في الفك سواء في اي عضو من اعضاء الراس والرقبه، هو العلاج الاساسي الاستئصال. طيب الجزء الثاني اللي اتكلمنا عليه كمان اللي هو اصلاح ما تم استئصاله، يعني انا عشان اشيل منطقه كبيره من الجلد لازم ابقى هصلحها ازاي؟ صح. طب كيف بيتم ترميمها دكتور؟ تمام، يا اما بانسجه موضعيه، ما انا عايز اعوض الانسجه دي، يا اما من انسجه من نفس المكان، يا اما انسجه من مناطق قريبه بالدم اللي وصل لها، يا اما بزراعه انسجه من مناطق بعيده. يعني في بعض الاحيان لما يتم استئصال الفك انا بجيب عظمه من الرجل ازرعها مكان الفك ده، فدي طرق الاصلاح وتعويض المناطق اللي استأصلناها. طب ودكتور كيف عم تحكي انه من اهم طرق العلاج هي الجراحه، بعض الاشخاص بخافوا من انه يلجأوا للجراحه لحتى ما ينتشر الورم لا سمح الله اذا كان بمنطقه معينه لا مناطق ثانيه، هل الجراحه امنه من هي النقطه؟ أكيد الجراحة أصبحت آمنة جداً مع الطرق الجديدة في الجراحة والجراحات الميكروسكوبية والتشخيص التحليل الأنسجة أثناء العملية باستمرار، كل ده بيدينا حدود أمان للاستئصال مريح، وكمان طريقة الاستعاضة أو إصلاح الأنسجة دي اللي اتغيرت كتير جداً زي ما قلتلك، زرع أنسجة من مناطق بعيدة ده بيمكننا من الاستئصال الكويس وان انا اقدر اعوض المناطق دي كويس. ودائما مثل ما بتقول دكتور انه الكشف المبكر عن اي حاله بيساعد على علاج الحاله بشكل افضل وبيخلينا نتدارك مشاكل ثانيه ممكن تسبب هالاورام للمريض، كل ما دارينا الموضوع ابكر. ولكن دكتور هل ممكن يرجع هاي الاورام تنكس مره ثانيه او تظهر بمناطق اخرى بعد العمل الجراحي؟ اكيد، هو في نسبه اي نوع من الاورام في نسبه لارتداد الورم بتقل او بتزيد على حسب زي ما اتفقنا اول فرصه لعلاج المريض، وان هي تبقى فرصه جيده من حد متخصص باستئصال جيد بتكمله علاج جيد. طب دكتور تكمله العلاج كيف بتكون؟ يعني بتكون مثلا في اشياء كيماويه ولا بالاشعه طبعاً. كيف يتم العلاج؟ دور العلاج الاشعاعي في منطقه الراس والرقبه كبير، العلاج الكيماوي اقل من العلاج الاشعاعي في الدور، ولكن العلاج الإشعاعي عامل مساعد جدا للجراحة في أورام الرأس والرقبة. ودكتور بدي أسألك، عمر المريض ممكن يساعد بعلاج الحالة أو لا ما بيعتمد هذا الموضوع على العمر، بيعتمد على الحالة الصحية العامة للمريض؟ يعني لا سمح الله حدا مثلا بعمر صغير انصاب بهذا النوع من الأورام وحدا بعمر أكبر، بيلعب فرق العمر دور بهذا الموضوع ولا لا هي الحالة الصحية العامة؟ لا، حالة المريض العامة وتحاليله وفحوصاته، وإن كان في معظم الأحيان إحنا بنعتبر الأورام اللي بتيجي في السن الصغير للأسف أكثر شراسة من السن الكبير. شو السبب دكتور؟ لأن السن الصغير ده لسه ما زال الأنسجة بتاعته بتنمو وما زال فيها حيوية ونشاط غير السن الكبير. فنوع الأورام اللي بتظهر حتى بيختلف من السن الصغير، بيبقى أكثر شراسة أكثر أسرع نمواً، ففي الغالب في السن الكبير في معظم الأورام بتبقى أقل شراسة وأقل خطر. يا رب الله يبعدهم عنا لهي الأمراض ويعافي ويشفي كل مريض يا رب. دكتور قدم لنا نصائح وقائية لحتى نحمي حالنا والمشاهدين اللي عم بيحضرونا في حال لا سمح الله كان عندهم عامل وراثي من أي أورام تانية، لحتى يحموا حالهم من أورام الرأس والرقبة. زي ما اتفقنا المهم جدا التغذية الصحية، البعد عن التدخين والمشروبات الكحولية وكل العوامل المؤثرة، المواد السبايسي قوي، الحاجات كلها اللي بتأثر على الأغشية المخاطية للفم. دكتور أكيد في أسئلة كتير من جمهورنا عن هذا الموضوع، خلينا نبلش نستقبل أسئلتهم ونعرف الأجوبة الصحيحة من حضرتك. تمام. يلي عنده سؤال للدكتور يتفضل. هل التدخين يسبب أمراض الرأس أورام الرأس والرقبة؟ أكيد التدخين له علاقة مباشرة بسرطان الغشاء المخاطي، سرطان اللسان، الفك، اللثة، مناطق كتير من منطقة الرأس والرقبة، سواء تدخين عن طريق السجائر المعروفة أو
بعض الإخوة العرب أو المصريين حتى اللي بيحطوا تأبغ تحت لسانهم أو بيحطوه بقهم لفترات طويلة. طب دكتور، سؤال بيني وبينك، يعني هل السجائر الإلكترونية هي أقل ضرر من السجائر العادية ولا هن نفس الأضرار؟ نفس الأضرار حضرتك، ما فيش فرق خالص. يعني كل هاي الحملات الإعلانية اللي بيعملوها ضحك علينا، كله هو حاجة واحدة. طب دكتور، اسمحنا أيضا ناخد سؤال تاني من الجمهور، تفضلي. لو سمحتي يا دكتور، ايه هي نسبة الشفاء لأورام الراس والرقبة؟ تمام، هو أورام الراس والرقبة زي ما اتفقنا لأنها زهرة، ففي الغالب المريض بيشتكي بدري، ففي الغالب برضو بتكتشف بدري، فبيكون العلاج أسرع وبتكون نسبة الشفاء أكبر. زائد قلنا كمان إن انتشارها الأخطر الانتشار موضعي، طرق الانتشار الأكثر خطورة زي عن طريق الدم أو الغدد الليمفاوية مش مشهورة زي الانتشار الموضعي، فده بيقلل برضو من سرعة وخطورة انتشار المرض. الحمد لله، هي نقطة كمان كتير منيحة. أيضا رح ناخد سؤال، تفضلي. الجراحة بتأثر على الشكل الخارجي للمريض ولا لأ؟ وهل بتأثر بعد كده على كلامه ونطقه، طريقة مضغه أو بلعه؟ أكيد أكيد، استئصال جزء من أعضاء مهمة زي اللسان أو اللسة أو الحنجرة أو الغشاء المخاطي للفم بيأثر على بعض الوظائف الحيوية للمنطقة دي، ولكن زي ما قلنا مع التقدم الكتير وزراعة الأعضاء ونقل الأعضاء من مناطق تانية ابتدينا نعوض كتير من مشاكل التأثر، الكلام، البلع، التنفس، حاجات كتير ابتدت تتحسن كتير قوي في السنين الأخيرة ان احنا نقدر نصلح بيها الأماكن الاستئصال دي. طبعا الله يشفي ويعافي الجميع ويبعد عنا هذا المرض وكل الأمراض. وكل ما منقول دائما على طول انه كل ما بلشنا بكير برحلة العلاج كل ما كانت النتائج أفضل وكل ما كانت نسبة الشفاء أكبر. شكرا كثير على وجودك معنا دكتور، شكرا على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها، شرفتنا. وأكيد مشاهدينا الشكر الأكبر لكم ولمتابعتكم لنا، تضلوا بألف خير وصحة وعافية. باي باي.